هلا رح نكمل عن الاوبتريتور نيرف. الاوبتريتور نيرف من اللمبر بريكسس حكينا بيطلع من الانتيريور ديفيجن، من ال L2 ال L3 وال L4 انتيريور ديفيجن. حكينا بيمشي، هو النيرز الوحيد اللي بيمشي ميديالي بالنسبه للسوس ميجر، ميديالي بالنسبه للسوس ميجر، وبدخل بهالفتحه الخاصه فيه احنا اصلا سميناها على اسمه اللي هي الاوبتريتور فورمن. اوبتريتور فورمن هلا بعد ما يطلع من الاوبتريتور فورمن رح يعطيني الديفيجن. هلا هون نركز شوي، في عندي هون انا بالميديال كومبارتمنت من الثاي في عندنا عضله، عضله اللي هي البريفس، صح؟ البريفس تاخذ من وين؟ تاخذ من هالمنطقه اللي هي عباره عن الانفيريور بيوبيك ريموس، تنزل على اللينيا اسبيرا تقريبا هيك. هاي مين؟ هاي بريفس. هلا هاي بريفس، ثاني كان كتبس اي. هلا هاي بريفس، شوف الاوبتريتور نيرف كيف رح ينقسم بالنسبه لها. هاي اوبتريتور نيرف نازل، حنقسم قدامها انتيريور ديفيجن ووراها بوستيريور ديفيجن. كمان مره، الاوبتريتور نيرف هيو نازل، دخل من الاوبتريتور فورمن، وفي عندنا عضله البريفس من قدامها رح يعطيني انتيريور ديفيجن، شوف انقسم، من وراها رح يعطيني بوستيريور ديفيجن. هاي الخطوط مقطعه انه وراها، فبالتالي انه البريفس ما انها جايب النص رح تاخذ من الانتيريور ديفيجن تغذى منه، ورح تاخذ من البوستيريور ديفيجن. تمام، هذا بالنسبة لأوبتريتور النيرف كيف انقسم بالنسبة لعضلة البريفس. وما ننسى انه فوق في عنا هون على البكتينيا اللاين تقريبا في عنا عضلة البكتينس. بكتينس حكينا هالعضلة، ما حكينا، هلا رح نحكي انه هي هالعضلة بتاخد من تو نيرز. النيرف اللي فوقها، من الجزء اللي فوق هذا حياخد من فومورال نيرف، والجزء الثاني رح ياخد من الأوبتريتور نيرف. وبالتالي عنا اللايرز تبعون الميديال كومبارتمنت، حكينا انه الميديال كومبارتمنت بتتصفط كأن العضلات فيها كأنهم ثلاث لاير، 3 لايرز. اللاير الاول اللي هي رح تحكي من البكتينس واللونجس، التويا السكند لاير رح تاخذ من البريفس، والثيرد لاير رح تاخذ من الماجنس وبالتحديد البيوبيك بارك. طبعا احنا كلونجس بريفس ومن الادكتور نفسهم. فالاوبتريتور حكينا طلع كيف نزل ودخل من الاوبتريتور فورمر، رح يمشي هيك قدام البريفس رح يعطيني الانتيريور ديفيجن، من ورا البريفس رح يعطيني البوستيريور ديفيجن. كمان مره، هاي نفرض عنا البريفس الدكتور بريفس، رح يجي عنا الاوبتريتور نيرف بيكون ماشي قدامها بيعطيني الانتيريور ديفيجن، من وراها رح يعطيني البوستيريور ديفيجن. وبالتالي هاي البريفس رح تاخذ من الانتيريور ديفيجن وبالبوستيريور ديفيجن مع بعض زي البكتينيس. بس البكتينيس هي البكتينيس حكينا بتاخذ، البكتينيس رح تاخذ من الفيمورال رح تاخد من الأوبتريتور، بس البريفس رح تاخد من الأوبتريتور ولكن الأنتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن. ليش؟ إنه حكينا هو بنقسم قدامها وبنقسم وراها. سو نعيد اللي حكيناه بشكل حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا نعيد اللي حكيناه بشكل مرتب بمخطط. عندنا هاي الأوبتريتور نيرف تاخد من الأنتيريور ديفيجن لل L2 وال L3 وال L4 زي الفيمورال. رح هلا تنقسم، بتنقسم بالنسبة لمين؟ للبريفس. حطيت البريفس بالنص عشان تتذكر انه قدامها انتيريور وورا البريفس بوستيريور. وبالتالي الانتيريور رح يعطيني السنسوري والموتر، سنسوري للهب، الهب جوينت، ورح يعطيني للميديال سايد. الميديال سايد هون بهالرسمة مش معترفين فيه ولكن هو هون، هذا الميديال سايد اوف ذا ثاي، وهذا بيتغذى من مين؟ الاوبتريتور نيرف، وبالتحديد من الانتيريور ديفيجن. وبتعطيني الهب جوينت هذا السنسوري. اما الموتر نركز، الموتور حكينا رح تعطيني ايش؟ هلا قلنا البريفس قدام، ايش في فوق البريفس؟ عندنا الادكتور لونجس وعندنا البكتينس. ايش تحت البريفس؟ عندنا الادكتور ماجنس. وبالتالي هذا الانتيريور ديفيجن ما دام اجى فوق البريفس، ما دام اجى فوق البريفس رح يعطي البريفس، حطيت البريفس الادكتور بريفس، رح يعطي اللونجس اللي فوقيها، رح يعطي البكتينس اللي فوقيها اللي هم الفيرست لاير، واخر شيء حيعطينا الجراسيلس اللي هي العضله من الميديال كومبارتمنت اوف ذا ثاي. تمام، فاحنا يعني بدنا نفهم انه ليش اعطى هدول المسلز، لانه حكينا هاي البريفس فوقيها عندنا الادكتور لونجس مع الادكتور بكتين مع البكتينس، وتحتيها عندنا الادكتور ماجنس. هذا الانتيريور ديفيجن، هاي الاوبتريتور اعطى الانتيريور ديفيجن، وورا راح يعطيني البوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن راح يعطي نص البريفس، راح يعطي الادكتور ماجنس اللونجس، وراح يعطيني البكتينس ومع اجراسيس. اما البوستيريور ديفيجن السنسوري تبعه للني، لانه بيوصل بوصل هون منطقه الني، ني جوينت، ورح يعطيني ايش اللي هي العضلات اللي تحت البريفس. ايش عضلات تحت البريفس؟ اللي هم الادكتور ماجنس
الدكتور ماجنس ونص البريفس الثاني، لأنه حكينا البريفس تاخذ نص من الانتيريور كومبا الانتيريور ديفيجن ونص الثاني من البوستيريور ديفيجن. ليش؟ لأنه للمرة الألف إنه الأوبتوريتور نيرف بنزل بنقسم انقسام قدامها انتيريور وراها البوستيريور ديفيجن. أنا الأدكتور ماجنس والبريفس، وآخر واحدة الأوبتوريتور إكسترنس اللي هي بتكون هالعضلة، ما ننسى الأوبتوريتور إكسترنس هي مع الشورت لاترال روتيتور أوف ذا الهيب جوينت اللي بيعملوا لاترال روتيشن للهيب جوينت. فهذا بالنسبة لل شو اسمه، بالنسبة لل أوبتوريتور نيرف. على السريع كمان مرة بشكل سريع سريع جدا جدا، حكينا الأوبتوريتور نيرف هو بطلع من وين؟ ظبطهم من هاي البريفال او هون هيك. حكينا الاوبتوريتور نيرف بيطلع من الانتيريور ديفيجن من ال2 وال3 وال4. حكينا بيمشي ميديالي بالنسبه للسوس ميجر، بعديها بدخل على الاوبتوريتور فورمن، بعديها حكينا بيواجه عضله، هاي العضله بريفس، بريفس من الميديال كومبارتمنت اوف ذا ثاي. بالنسبة للبريفس منقسم قسم قدامها بيعطيني برانش كبير قدامها اسمه الانتيريور ديفيجن، وقسم وراها او برانش وراها هذا بنسميه البوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن رح يغذي اي اشي فوق البريفس. ايش اللي فوق البريفس؟ فينا الادكتور لونجس وفينا البكتينس وفينا كمان جراسيلس. اما البوستيريور ديفيجن رح يغذي اي اشي تحت البريفس. طبعا البريفس تاخذ من الانتيريور والبوستيريور، ليش؟ انها قاعدة بالنص بينهم. اي اشي تحتيه حيكون هو الادكتور ماجنس، واحنا بنحكي عن بيوبك بارت، البيوبك بارت ومن الادكتور ماجنس، وكمان الاوبتوريتور اكسترنس العضله اللي بتيجي هيك بتروح تلف لورا. هذا بالنسبه للاوبتوريتور